أنا الحبيب أنا عبد اللطيف البهلول وعمري 82 سنة ومنحيت بديت فنانين تقريبا من عام سوق قريعة. سوق قريعة معناها دوبش بدا يصمر له في اللوح تقريبا 50 سنة أو 60 سنة. روحوا هيك بلاد العربي روحوا هيك نفس اللي يتنفس به البلاد العربي. يا ربي العمل عليك. هيا ونانيا هيا ونانيا. اللوحة هذه جت في إطار مشروع قامت به جمعية فيقس المزيانة بالتعاون مع باب جبلي بونتيين، تكريم الناس الكبار اللي خدمت في البلاد العربية واللي خلت البصمة متاعها كما سي الحبيب البهلول. خصيصا بعيد الشغل حابين نكرموا فيها سي الحبيب البهلول شهر الغول نظرا للخدمة اللي خدمها والكفاح اللي قاعد يعمل فيه طيلة 40 سنة تقريبا. مازالوا برشا مهن أخرى باش نعرفوا بها، مازالوا برشا ناس باش نعرفوا بهم. انا الرسامة اللي رسمت اللوحة تو عندي مدة شهر نحضر فيها. اون فيت اللوحة جات الفكرة انه معناها نكرموا اشخاص في المدينة العربي عملوا امباكت، عملوا معناها عملوا تأثير على البلد العربي وعلى الناس كيما سي الحبيب البهلول ربي فضله. حبينا نكرموه على المهنة هذه النبيلة. الصورة اللي صورتها مستوحاة معناها من الفيديو اللي خدمها حسين بوديه في معناها في السلسله نتاعو نتاع ناس المدينه. احنا 2016 في نطاق مشروعنا ناس المدينه اللي هو يتبع موقع باب جبلي بونتين للتوثيق التراث في صفاقس، 2016 عملنا سيريه اسمها ناس المدينه، حبينا نوثقوا فيها الناس اللي هما يسكنوا او يخدموا او عايشين في المدينه العربي او عندهم حكايات تجم تكون ملهمه للناس وللشباب. الحقيقه يمكن في حياتي ما صورتش حاجه احسن من الفيديو اللي صورته سي الحبيب البهلول. الحقيقة أنا تمسيت به برشا، تأثرت به بحكايته برشا، تبعته من الصباح. إنسان قلبه كبير ياسر، قلبه عامر بالإيمان بصفة مهولة، مقتنع بالحياة، عايش سلام داخلي كبير ياسر، وإن شاء الله ربي يطول في عمره وإن شاء الله يكون بالحق قدوة للأجيال اللي جاية من بعد. مسفاقس الحبيب البهلول شهر الغول، بائع نعناع متجول كفيف. رسمت هذه اللوحة تكريما له وتقديرا لكفاحه في هذه المهنة لأكثر من 40 سنة. تم تركيزها يوم 1 مايو 2021 بمناسبة عيد الشغل جمعية صفاقس المزيانة. كيف بديت الخدمة؟ بديتها بالنعناع. نمشي للمرشي نقيم السكيرة نعبيها بالمرشي نشريها وندور في البلاد، نكمل نبيع السكيرة نتاعي ونقضي قضياتي ونطلع. ذكريات نتاع رمضان هكا نبداوها من ليلة 20 ما نطلعش للدار. وحسب رأيي إذا كان نهار في نقولوا في صفاقس اللي احنا بلاد الخدمة وجدودنا كانوا يخدموا، هذا هو الإكزامبل اللي نجموا نتبعوه، أو هذا هو الإكزامبل اللي نجموا يكون القدوة نتاعنا مش حاجة أخرى. هو بويا التقييم نتاعو الأول، خاطر بويا كان صحيح ياسر ما شاء الله. الله يرحم والديهم وبارك الله فيهم والله يفكرهم في الخير ويجبر عليهم. انا الحمد لله يا ربي من حيث بديت في البلاد وانا نعرفها بالشارع وبالناس. بارك الله فيكم اللي هو فرح برشا خاطر عنده صار له برشا في الدار وما خرجش كيف تكلمتوه امس. هو فرح حب يخرج حب يشوف احبابه يشوف اصحابه. قلت له راهو جمعيه صفاقس مزيانه مش تستعدك غدوه مش تكرمك. فرح نمشي قال لي نمشي. قلت له راك ما تجمش صقيتوش. قلت له نمشي انا لاباس عليا
اعطيني اوكازيون ونمشي انا لاباس عليا. هذاك انسان والله بدون مبالغه والله العظيم هذا شهر الفضيل وهذا العشر الاواخر فهمت. احنا كي نراوها الصباح والله نصبيحوا به هاي هي قدره ربي اللي يسير. اما الانسان هذايا او قدامي وربي شاهد عليا في الشهر الفضيل كي نراوها الصباح نصبيحوا به ناخذوا من عنده ونصبيحوا به. خويا يعطيك الصحة يرحم والديك بارك الله ووفق إن شاء الله وبارك الله, الله في جمعية صفاقس المزيانة على هالمبادرة هذه. مبادرة ممتازة بارك الله فيهم يعطيهم الصحة اللي تفكروا اللي تفكروا الناس هذوما اللي عندهم معناها فترة طويلة في المهنة وأبدعوا فيها ومشكورين جدا. عندنا معناها عديد المشاريع حاليا منهم مشروع تفنن هذا المشروع اللي يمكن المكهوفين من الاطلاع على المتاحف حاجات خاصة بالمكهوفين من أوديو جيد وكذلك معناها تصور أون 3D معناها باش يتمكن الكفيف من لمسهم ومشفوعة أيضا بدينوتيس بطريقة براي. ما بين الحاجات اللي اخترنا عليه منهم أنه هو كفيف دونك الناس هذوما الفئة هذه جاء الوقت أنه باش نعطيها الفرصة متاحة في الثقافة إن شاء الله بشراكة مع جمعية براي للتعليم والثقافة باش تكون ثم خدمة على الفئة هذه في الثقافة وفي البلاد العربية إن شاء الله في القريب العاجل. هذا التابلو الثاني اللي تعلق إن شاء الله يكونوا تابلوات أخرين ربي يطول في عمارهم الناس الكل بطبيعة. قلنا فما ناس صورناهم لكنهم توفوا كي توفوا الحوانط متاعهم تسكرت معناتها حاجة توجع ياسر إنه نتعديهم من قدام حانوتهم عشان نلقاو الناس هذوكم. دونك كانت المبادرة منا ومن جمعية صفاقس المزيانة باش نصوروا الناس هذوما في دي تابلو ونلصقوهم على البيبان متاعهم باش أي إنسان يتعدى يقعد متذكرهم وحتى أجيال جديدة تجي تقعد تتذكرهم وتتفكرهم. يعيشوا بلقمة نظيفة ويصرعوا بخطيفة ربيعين جنة حميهم تملكهم بكلمة ويتمناهم وديمة بعيدة أمانيهم الناس اللي تعاني ونساتهم لغاني هذه النايات.